بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهارده ناخد الوحدة الثانية الصف الأول الإعدادي. هناخد أول درس اسمه القوة الأساسية في الطبيعة. في الوحدة الثانية هناخد أول درس القوة الأساسية في الطبيعة. القوة بتختلف القوة. في قوة تسبب الظواهر الطبيعية. الظواهر الطبيعية يعني دي لا يتدخل الانسان فيها، مثل البرق والرعد، البرق ومين؟ والرعد. ايضا حركه الرياح، قوه جذب الارض للاجسام، قوه جذب المغناطيس للحديد، دي قوه بتسبب الظواهر الطبيعيه. في بقى القوه اللي بتسبب التطبيقات التكنولوجيا، يعني مثلا تولد التيار الكهربي ده عن طريق الانسان. الاسلحه الحربيه عن طريق الانسان، بتختلف عن الظواهر مين؟ الطبيعيه. المفاعلات الذريه عن طريق الانسان. القنابل الذريه ايضا عن طريق مين؟ الانسان. وبالتالي كل هذه الظواهر سواء طبيعيه او تطبيقات تكنولوجيه هنسميها قوه. في قوه كهربيه وقوه جاذبيه وقوة مغناطيسية وقوة حركية وقوة نووية. طب يا مستر عاوزين نعرف يعني ايه قوة؟ القوة ده مؤثر خارجي بيؤثر. هذا المؤثر بيحاول ان هو يغير حالة الجسم. عندنا الجسم فيه مساكن لا اما متحرك. انا عاوز اغير حالته سواء من السكون الى الحركة او العكس، من الحركة إلى مين؟ السكون. يبقى ببساطة كده القوة هي إيه؟ هي مؤثر مالها؟ خارجي. المؤثر ده يغير أو يحاول تغيير حال الجسم. منين يا مستر؟ من السكون إلى الحركة، من السكون إلى مين؟ أو العكس، أو من الحركة إلى مين؟ السكون. أو يحاول تغيير اتجاه حركته. مثلا لاعب كرة القدم الكرة جاية في اتجاه معين، طبعا بيديها قوة بيغير اتجاهها. يبقى القوة مؤثر خارجي يغير أو يحاول تغيير حالة الجسم من السكون إلى الحركة أو العكس، أو يحاول تغيير اتجاه حركته، أو يحاول تغيير اتجاه مين؟ حركته. تمام. عندنا حاجة تانية مهمة، الجسم الساكن يظل ساكنا ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حركته. الألم ده لو فضل ساكن على المنضدة هيفضل ساكن لو محدش قص عليه بقوة. وأيضا الجسم المتحرك يظل متحركا ما لم تؤثر عليه قوة تغير منين؟ من حركته. طب إمتى يتحرك الجسم الساكن؟ لما بأثر عليه بقوة. طب هل الجسم لما اديله قوه يتحرك؟ مش شرط. بديله قوه يتحرك لما اديله قوه مناسبه. يعني لو الجسم ده اثرت عليه بقوه غير مناسبه مش هتتحرك. يعني ايه قوه مناسبه؟ يعني بديله قوه كبيره تقدر تتحرك. يبقى يا جماعه الجسم الساكن يظل ساكنا، يظل ساكنا ما لم تؤثر عليه قوه تغير من حركته. وايضا الجسم المتحرك يظل متحركا ما لم تؤثر عليه قوه تغير من ايه؟ من حاله. امتى اتحرك؟ لما باثر عليه بقوه مناسبه. السؤال طبعا بيقول لماذا يحدث عند التاثير على الجسم بقوه مناسبه؟ بقوه ايه؟ بقوه مناسبه. قال لي القوه مناسبه، يبقى الاجابه يتحرك الجسم من موضعه. علم، يظل الكتاب، يظل القلم في موضعه دون تحرك، لأن الجسم الساكن يظل ساكنا ما لم تؤثر عليه قوة تغير من ايه؟ من موضعه. بيقول لي علم، عند دفع الحائط باليد لا تتحرك. علشان ايدي القوة بتاع ايدي قوة غير مناسبة. قوة غير مناسبة، وبالتالي مش تتحرك. امتى تتحرك الحيطة؟ لما اديها قوة مناسبة، أعلى منها. يبقى يا جماعه عند دفع الحائط باليد لا يتحرك الحائط. الاجابه لان القوه المؤثره عليه قوه غير مناسبه.
زي ما قلنا لو الكرة المهاجم بيديها قوة برأسه ولا حاجة، بيحصل إيه؟ الكرة جاية في اتجاه معين، هو بيديها قوة بيغير إيه؟ اتجاهها. إذا عند دفع المهاجم الكرة برأسه بيتغير اتجاه الحركة عشان القوة في عكس اتجاه مين؟ الحركة، لأن اتجاه القوة المؤثرة عليها في عكس اتجاه مين؟ الحركة. في عكس اتجاه الحركة. تمام؟ عندنا القوة اللي احنا هندرسها في الدرس الأولاني ثلاث أنواع من القوة. أول قوة يا اسطى اسمها القوة الجاذبية. ثاني قوة اسمها القوة الكهرومغناطيسية. ثالث واحدة القوة النووية. يبقى قوة جاذبية، قوة كهرومغناطيسية، قوة نووية. خلي بالك القوة النووية من القوة النووية القوية وقوة نووية ايه؟ ضعيفة. هناخد أول واحدة القوة الجاذبية، ركز معايا. القوة الجاذبية بيقول لي يا مستر جيب كتل 1 كيلو 2 كيلو 3 كيلو وهنحاول نرفع ال 1 كيلو لفوق ال 2 كيلو لفوق 3 كيلو لفوق. طبعا عشان ارفع الجسم الأعلى ببذل شغل، وخلي بالك هنا كيلو بذل شغل ايه؟ قليل. 2 كيلو شغل اكتر، 3 كيلو شغل اكتر واكتر. يعني كلما ازدادت الكتله بيزداد الشغل المبذول، عشان برفع الجسم في عكس اتجاه مين؟ الجاذبيه. اذا الشغل المبذول بيزيد لما الكتله بتزيد. انا برفع الاجسام لاعلى والارض بتجذبه لايه؟ لاسفل. ده الوزن، هو مقدار قوه جذب الارض للجسم. عرف الوزن مقدار قوه جذب الارض للجسم. يقاس الوزن بوحده النيوتن. قلنا كل ما الكتله بتزيد الوزن بيزيد، تبقى علاقه ايه؟ طرديه. العلاقه بين الوزن الجسم والكتله علاقه طرديه، وكل ما الكتله بتقل الوزن بايه؟ بيقل. وكل ما الكتله بتقل الوزن بايه؟ بيقل. طبعا في قانون بيقول الوزن بيساوي الكتله في عجله الجاذبيه الارضيه. الوزن رمزها ايه؟ واو. والكتله كاف والعجله جيم. بنعمل الكلام ده في مثلث. مثلث هنا يا مستر الوزن، وهنا الكتله، وهنا عجله الجاذبيه مين؟ الارضيه. لو عاوز اجيب الوزن يبقى الكتله في العجله، لو عاوز اجيب الكتله يبقى الوزن على العجله، لو عاوز اجيب العجله يبقى الوزن على مين؟ الكتله. الكتله تقاس بوحده كيلو جرام، والوزن بوحده نيوتن، والعجله بوحده متر لكل ثانية تربيع. دايما سؤال يجي في الامتحان، علم وزن الجسم أكبر من كتلة. طبعا لأن الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية. إن شاء الله نكمل الدرس التاني في لقاء آخر.